صديقي الغلبان، تعال أقول لك معلومة ملهاش أي 30 لازمة في الحياة ومش هتنفعك بأي شيء. تفتكر يا صديقي في كواكب تاني غير الأرض ينفع نعيش فيها؟ ده سؤال مهم جدا، تقريبا كده سؤال بيطرح بلح. أنا هرد عليك. حبايبنا في وكالة ناسا قالوا إن في كواكب كتير، ولكن أشهرهم كوكب اسمه كيبلر 1649 سي، يعني هانت كلها شوية وأحفادك يطلعوا يعيشوا في الفضاء. يعني هنسيب الأرض وجواها الملوث وهنروح نلوث كوكب جديد براحتنا يا معلم. كيبلر ده كوكب فيه تربة ومية وجو صالح للحياة، وبياخد تلتين الضوء من الشمس بتاعتنا. تخيل، بياخد ضوء من عندنا ببلاش، مندفعش أي فلوس خالص، عايش كده سفلقة علينا. وكالة ناسا قعدت 9 سنين تجمع معلومات عن كيبلر واخواته من 2009 لغاية 2018. ان شاء الله خير يا رب، ربنا يجب. الموضوع هيطول شوية لانه مكلف حبتين، محتاج ملايين ومليارات الدولارات، يعني حاجة مش سهلة. عارف الدولار الاخضر ده اللي انت عمرك ما شفته ولا اظن ان انت مسكته في حياتك؟ يعني تخيل بقى ان كوكب كيبلر ده مش جنبنا، يعني مش في الشارع اللي جنبنا، لا ده بيننا وبينه 300 سنة ضوئية. هو اللي انت عارف يعني ايه السنة الضوئية ولا زي كده مواطن مش عارف؟ السنة الضوئية تساوي 9.4 تريليون كيلو متر. بذمتك انت عارف التريليون دي كم صفر؟ تابعوني على قناتكم عالم احمد سنوسي وانا هجيب لكم حاجات تاني زي دي مش مهمة خالص ومش لازم تعرفها في حياتك. حاجة مش هتفيدك طبعا، مالنا احنا ومال كيبلر قريب ولا بعيد. شكرا لمتابعتكم.